مثلا يعني مثل عندك شنات؟ لا اي عندي حلو هسه انت منا وقيس عندك شنات؟ نعم اكو مثل على الشنة اسمعك احكيك يا ايه شنو ما اعرف والله ناسيته هذا العم رضت بالشنة ايه كان منو دخل الجنة؟ كان العمة تدخل الجنة كان دخلت الجنة غير ابليس ابليس يدخل الجنة زين تتوقعين انت راضي اليوم على شناتك؟ ها؟ انت راضي على شناتك؟ اي راضية اي اكيد اي نعم اي الحمد لله زين انا الثاني قلت لك يا عوفي يلا قلت لك يا بنتي وسمعت يا شن قلت لك يا بنتي لا مو قلت لك لا اسمعك لا قلت لك يا بنتي وسمعت يا شنتي ما في مره صحيح مثلا انا والله مثل والله احاكيك يا بنتي وسمعت يا شنتي حجيه ما اعرف ثاني امكم هسه اقول لك حجيه لو خاله خاله حجيه كيفك 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 خلاص تمام شطيك يا صباح الحاله لا عندي شنه شطيك مثل مثل شطي مثل تعال هنا ايش خاتله تعال هنا تعال من الحجيه تعال وين خاتله تعال زين ها شطيك مثل ما عندي اعطيني شيء نبدا مختصر اكو مثل علي اشرت لك علي اذا عرفته وحدك تفوز وكلهم يخسرون بالضبط يلا المثل يعني شلون هو امثال علي هذا هو امثال علي هذا أيه؟ يعني على المسدس وبهاي الحاله شطيك مثل على المسدس يعني والله ما اعرف شو اقول لك خلاص اتذكر وجاوب اي مرحبا اهلا وسهلا ام منو؟ ام لمار هلا لمار اعطيني مثل سبع صنايع والبخ الضائع هذا مو مثل مو مثل ما اعرف عارفين ولا لا هو هذا اللي اريده انا احب واحد يقول لي ما اعرف حتى مين يفوز شو اسمك؟ يمام يمام يلا اللي يزري يدري والما يدري قضبة عدس شنو يعني؟ هي هاي فت قصة يعني بيها طيب اياها القصة يعني انه كان فد يوم ناكل عدس اي لا مو هيجي فد يوم من الايام كان رجل يركض بالسوق يركض بالسوق فسوى على مد العين انه تركض وراه يقولوا له شنو ليش قاعد تركض؟ فسوى اخذ عدس ومشى وركض كان يقول لي يدري يدري والما يدري قضبة عدس اها هيجي كانت القصة متأكدة؟ متأكدة؟ لا غلط لا صحيح؟ لا غلط صحيح؟ غلط زين كانت الشوربة حمراء صفراء؟ لا كانت صفراء مرحبا يا اهلا وسهلا الله اكرم عيني اعطيني مثل نسيتني راح كل يوم ثاني من بالي اوكي يلا خاله يلا 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 ما اعرف مثل اعرف حكمه حكمه؟ اي ما اعرف مثل والله شنو الحكمه مالتك هاي الغريبه؟ الطيور على اشكالها تقع اي الطيور على اشكالها تقع؟ اي لما تقصدين بيها؟ اي يعني الطيب ويا الطيب والخبيث ويا الخبيث طويلي من الاخير هلو هلو اي يلا ما اعرف منو؟ لا ام ولا اخ لا ام لا ام ولا شنو؟ زين امك وين؟ موجودة ما غششتش بمثل؟ لا قلت لي امثال بس ما اقولها زين راح اسال السؤال خلي اجي يمك دقيقه خليك نفس وقف تعال حسين السؤال ركز يا زين بهذا السؤال متزوجه؟ لا مخطوبه؟ لا زين من اختك؟ ام لمار اختك وينها؟ ها اي افتري تعال هنا باعي لي هنا افضل وحده امك تعزها انت لو اختك لا اني انت ليش محبوبه